إذن مشاهدينا، أحدثت الأزمات السياسية السابقة قبيل تشكيل حكومة الخدمات في نفس المواطن انتكاسة وخيبة أمل تجاه العملية السياسية. فبعد مرور عدة أشهر على تشكيل الحكومة، بات ممكنا للمراقبين وللشعب العراقي ملاحظة ما استطاعت الحكومة تحقيقه من إنجازات بالرغم من الضغوطات والعراقيل، حيث عملت على معالجة الملفات والمشاريع المهملة من خلال سلسلة خطط تنموية وإصلاحية للبنى التحتية وإيلاء الجوانب الاقتصادية أهمية، وكذلك تبني عملية محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين. فهذه المؤشرات أعادت من خلال إنجاز المهام الثقة الحقيقية للوعود الحكومية ومدى سرعة إنجازها. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فقد أشعلت قضية تزوير سندات عقارات الأنبار جدلا واسعا بعد تورط جهات وأحزاب حاكمة ومتنفذة في المحافظة الكثير من الخروقات الإدارية وعمليات تزوير. ورغم تشابك خيوط القضية وجسامة الفعل والأموال المهدورة، إلا أن النزاهة الاتحادية فككت جزءا من هذا التشابك بعد اعتقال أحد أضلاع شبكة الفساد في تسجيل عقاري الأنبار وخمسة موظفين آخرين، بادئ الأمر بعد ذلك استخدام محافظ الأنبار. إذا مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة نناقشها تباعا، ونرجو أن تبقوا معنا. إذا مشاهدينا، في جميع الأحوال أن حكومة الخدمات لا تملك عصا سحرية لمعالجة كمية الأزمات والإخفاقات بقدر ما تحاول إيقاف فيروس الفساد وإعادة تصحيح مسارات العملية السياسية التي تأثرت كثيرا بسبب التركة الثقيلة التي ورثتها من الحكومة السابقة نتيجة لتراكم الفساد والإهمال، حيث نجحت بتغيير تصور المواطن حول الأداء السياسي وإنجاز الوعود بهذه السرعة. نطالع التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. تتصاعد وتيرة الحديث عن خطوات الحكومة في الشارع العراقي وما تم إنجازه خلال مدة تسنمها المهام الحكومية، بعدما لامست تطلعات المواطن واتجهت نحو تنفيذ الوعود فيما يخص الإصلاحات الأساسية، متمثلة بشمول الكثير ضمن الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى حملة الإعمار للطرق المتهالكة والمشاريع المتلكئة. الأهم من بين ذلك إطلاق الموازنة لثلاثة أعوام، فعلى إثر ما تم تداوله من تفاؤل شعبي وسياسي كسبت الحكومة بأدائها الثقة، لكن ما زالت العقبات تعترض طريق حكومة الخدمات. فمنذ الوهلة الأولى لبدء مهامها المناطة لها، يروم البعض لتسديد رمياته نحوها عن طريق إثارة الفتن واختلاق الأزمات، بعدما بدأت بتنفيذ ما وعدت به من إصلاحات للعديد من القطاعات والملفات ركنت على رفوف الفساد والإهمال في الحكومة السابقة. يرى المتابعون أن الحكومة الحالية بسقف زمني قصير أثبتت على أرض الواقع الإصلاحات التي تعهدت بها والتغييرات الواضحة في المنظومة السياسية. فالمهمة لم تكن سهلة، إطلاق الكثير من القرارات بشأن تصفير الفساد وملاحقة العابثين بمقدرات الدولة، خصصت لها جهود متضافرة ووقت طويل لإصلاح واقع البلد على ضوء ما تعهدت به الحكومة في جعل عام 2023 عام الثورة في الخدمات والإعمار. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد السياسي المستقل الدكتور عائد الهلالي، وكذلك ترحيب بالمحلل السياسي الأستاذ مفيد السعادي. أهلا بك سيد مفيد، وأهلا بكم دكتور عائد. أبدأ معكم دكتور عائد، بداية ما هي قراءتكم الأولية كمراقبين لطبيعة ومدى التزام الحكومة ببرنامجها؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم صاحب الشهر والضيف الكريم قناتكم موقرة، وعيد مبارك كل عام وانتم بخير، والشعب العراقي والأمة الإسلامية بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات إن شاء الله وانتم بألف خير. يبدو أن الحكومة، حكومة محمد الشاع السوداني، قد تفوقت على نفسها من خلال الخطوات الكبيرة التي قامت بها والنتائج التي تحققت على أرض الواقع. فنجد أن هذه الحكومة تضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين وتوقف الفساد وحالة التدهور التي حصلت في الفترة الأخيرة والحكومات الماضية من خلال هدر المال العام وسرقة المال العام وتهريبه إلى خارج العراق من خلال برنامج واعد. حقيقة هذا البرنامج من الممكن أن يرصن الاقتصاد العراقي ويطور الاقتصاد العراقي ويجعل الاقتصاد العراقي
اقتصادا دوليا يتعامل مع المؤسسات المالية الدولية ومرحب به في المؤسسات المالية الدولية بعد أن كان بعيد كل البعد عن هذه المؤسسات. هذا جانب. الجانب الآخر فيما يخص البطالة وفيما يخص فرص العمل وفيما يخص التنمية، قد حققت هذه الحكومة نسب متقدمة وكبيرة جدا من خلال كمية كبيرة جدا من الوظائف التي حصل عليها المواطنين وتمت إضافتها في موازنة الدولة العراقية، كذلك تقليل نسب البطالة بشكل كبير جدا من خلال المشاريع والبرامج والأعمال الكبيرة جدا التي أطلقتها حكومة السيد محمد الشياع السوداني في مجال الخدمات، في مجال يعني الحكومة اليوم ما تستهدف قطاع معين بذاته، نشوف أنه الحكومة حقيقة تعمل باتجاهات متعددة وفي جميع الاتجاهات حقيقة، يعني في المجال الشبابي والرياضي، في مجال الخدمات، في مجال الحداق، في مجال الثقافة، في مجال فرص العمل كما قلنا، تطوير الاقتصاد غير غيره، كل هذه الأمور وهي متفوقة الآن على نفسها من خلال نسب النجاح والنتائج المتحققة. وبالتالي حكومة محمد الشياع السوداني لربما أعادت ثقة المواطن بالعملية السياسية بعد أن فقدت هذه الثقة من خلال الحكومات الماضية وسياسة الحكومات الماضية. اليوم حقيقة هذه الحكومة تفاجئنا في كل يوم من أنه هنالك منجز كبير، من أنه هنالك برامج وأفكار ومشاريع يذهب لها دولة رئيس الوزراء بنفسه ويقوم بوضع حجر الأساس ويتابع هذه المشاريع والبرامج. شفنا أن هنالك نهضة كبيرة وجبارة من خلال الخدمات الكبيرة التي تقدمها هذه الحكومة، مداخل العاصمة التي أهملت لسنوات طويلة، نجد أن هنالك جهد كبير جدا، المناطق المهمولة في العاصمة وحتى في المحافظات الأخرى ذهب الجهد الهندسي للدولة العراقية وفي كل الأقضية والنواحي والقرى، نجد أن هنالك ثورة كبيرة جدا في مجال الحماية الاجتماعية ووزارة العمل ومعالي وزير العمل الأستاذ أحمد الأسدي يقدم خدمات كبيرة جدا للمواطن العراقي، كذلك نجد أنه وزارة الإسكان والإعمار، ونجد أن هنالك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كل هذه الوزارات حقيقة اليوم مع وزارة الكهرباء تتكاتف مع بعضها البعض. هذا التكاتف تحديدا دكتور عائد هل متوفر بنسبة معينة؟ هل هو كافي لإنجاح هذه الحكومة بتقديم الخدمات ومحاربة الفساد والنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي إلى درجة مهمة التكامل ما بين مفاصل الحكومة؟ نعم سيدي الكريم، التكامل حالة ضرورية. احنا نشوف ان هذه الحكومة لربما تتميز وتتفرد عن أسلافها بأن الفريق الحكومي يعمل بروح الفريق الواحد، أنها تتماهى مع بعضها البعض وتندمج مع بعضها البعض وتتعاون مع دولة رئيس الوزراء، ونشوف أن هنالك خطوات كبيرة جدا من دولة رئيس الوزراء فيما يخص القضاء على البيروقراطية، فيما يخص على الترهل والفساد الذي ضرب الدولة العراقية في الفترة الماضية، وبالتالي هذه الخدمات التي يقدمها دولة رئيس الوزراء إلى فريق الحكومة من الممكن أن تساهم وتساعد في تذليل العقبات، في تقصير المدد الزمنية، في إبراز المنجز بأسرع وقت ممكن، وهذا ما يحتاجه المواطن العراقي. قلنا أن المواطن العراقي ده يلمس اليوم بشكل كبير جدا أن هنالك خطوات كبيرة، أن هنالك منجز حقيقي على أرض الواقع اليوم. طيب. الكل يتحدث، يعني يتحدث اليوم سائق التاكسي، يتحدث الموظف البسيط، يتحدث العامل، الشارع اليوم لا لغة له إلا لغة أنه سيد حكومة سيد محمد الشياع السوداني تقدم. طيب. الشيء الذي كانت تتمناه الجماهير العراقية. رحب بك مرة أخرى سيد مفيد، كل عام وانت بألف خير. وبداية، منجزات الحكومة أو ما يمكن تسميتها بالمنجزات أو التزامها بتنفيذ برنامجها الحكومي خلينا نسميه، هل هو كفيل بإعادة الثقة الحقيقية من المواطن بالحكومة وبالعملية السياسية ككل؟ وماذا لو نجح قنبش بالهروب فعلا من العراق أو من قبضة العدالة؟ نعم، تحية طيبة لك وجميع مشاهديكم الكرام ولضيفك دكتور عائد، كل عام وانتم بخير وان شاء الله عيد مبارك على الجميع العراقيين وعلى قواتنا الأمنية والحشد الشعبي. طبعا إعادة الثقة بالمواطن بالعملية السياسية من أهم، ربما تعتبر أهم منجزات الوضع الحالي والحكومة الحالية أو الوضع الحالي بصورة عامة. العملية السياسية الحالية اللي نعيشها اليوم هي وضع تأسيسي لثلاثة أو أربعة عقود من الزمن، بعدما مررنا بمخاض الإرهاب وختم بداعش وآخر فوضى عام 2019 واحتجاجات تشرين. نعم. اليوم بصورة عامة العراق وحتى المنطقة ذاهبة باتجاه الاستقرار، واستقرار العراق جزء أساسي من استقرار المنطقة التي تعاني أيضا من تلاطم الأمواج
تغير كثير من الخرائط الموجودة، إضافة الصراع الروسي الأوكراني، متغيرات كثيرة على الساحة التركيان الصهيوني وأرض فلسطين، ما يخص أيضا في واقع السعودية ودول الخليج، أمريكا الوضع الذي تعيشه، أوروبا بصورة عامة. هذه المتغيرات الخارجية التي كانت تتصارع في السابق هي اليوم ذاهبة باتجاه الاستقرار، والاستقرار إذا لم يستقر العراق لا يوجد هناك استقرار عالمي ولا استقرار إقليمي. فلذا استثمرت القوى السياسية الحالية برمتها من كل الفرقاء المشاركة بالعملية السياسية، وحكمة السيد السوداني وقدرته على داخل الدولة أن يذهب باتجاه استثمار هذا الهدوء، هذا الانسجام الكبير بالاستقرار وداعمين العملية السياسية، أن يذهب باتجاه زيادة زخم ساعات العمل، نفس الوقت العمل بشكل تكاملي ليس على ما كان في السنوات السابقة، كل مؤسسة تتكامل مع المؤسسة التي تليها، أضافة إلى مضاعفة الجهود من أجل تقديم الخدمة. عندما تتقدم الخدمة وتثبت هذه الخدمة يلتمسها المواطن، بالتأكيد ستعاد الثقة، والمواطن أصبح اليوم ربما شيئا فشيئا يثق في شيء اسمها حكومة عراقية، بعد كثير من الواقع الخدمي من خلال الجهد الهندسي جاي يشوفه، من خلال مكافحة الفساد الإرهاب. الأكثر من مفصل ذهبت باتجاه الحكومة ونفذت وربما أنجزت، ونسب النجاح ثبت النسبة وصلت إلى مرحلة النجاح في كل ملف، إن كان في ملف الخدمات والطاقة والأمن وحتى في ملف الفساد. إضافة إلى سألت على موضوع الرئيس دماغ في السن السابق، يعني مقابل هذه المنجزات اللي قامت بها الحكومة اللي وضعت في أولوياتها في برنامجها هي مكافحة الفساد، لو نجح قنبش بالهرب كان أي صورة ظهرت بها الحكومة أمام الشعب العراقي؟ لا، أشوف سيد الفاضل قنبش خطط أن يذهب يخرج من السجن ليقتل، هذا هو مخطط الرئيس دماغ في السن السابق، هذه الخطة حتى لأن هناك بعض التسريبات التي عبرت وخرجت بأنه قد هدد بعض المكونات السياسية من طيفهم، وقال إذا لم أخرج بعد العيد حتى إذا نذهب باتجاه نقاطع المعلومة مع قانون العفو العام الذي نوى عنه الخنجر، زعل الحلبوس وذهب باتجاه بعيد أن يذهب باتجاه إقرار قانون العفو العام وجعل في سلة واحدة، هذا كله إذا تجمع الخيوط تجمع وتذهب باتجاه وضعية الجنبش جزء خيط من هذه الخيوط الموجودة. فلذا لابد من أن يهرب بهذا الشكل، وهي هروبة هي كانت بالونة اختبار لحكومة السيد السوداني وقدرتها على الاسترجاع المطلوبين والهاربين من قبضة العدالة. ونفس الوقت لاحظنا أيضا ربما الغلق الإقليم كردستان كان أنا أعتبرها نقطة إيجابية، وحسن نوايا تعامل الإقليم مع حكومة بغداد بهذه الجزئية اللي هي غلق الباب إقليم كردستان أو أربيل أمام الهاربين والفاسدين من قبضة العدالة والإرهابيين، وذهب لا يذهب باتجاه الموصل كانت فيها نقطتها، واستطاعت الحكومة خلال وقت زمني يوم 24 ساعة تقريبا القبض عليه، ولذا هذا اللي شاهد المواطن هي بحد ذاتها هاي العملية النوعية وهذه البالونة اختبار هي أرادوا أن كسر الحكومة الحالية وكسر وضعية السودان ووزير الداخلية، لكن أثبت العكس وبدد كل مخططاته يراد منها النيل من وضع الحكومة الحالية. بالمجمل وضع الحكومة الحالي هو أسسة لكثير من الأسسة لمبدأ مكافحة الفساد بالصورة الصحيحة، ليس ما كانت حكومة في زمن الكاظمي، وأسس إلى مبدأ التخادم والشراكة ما بين مكونات وأيضا تكامل القوة السياسية لدعم العملية الديمقراطية. حال نفس الوقت لاحظنا تكامل المؤسسات الخدمية فيما بينها، وأيضا ذهب ربما السيد السوداني في عملية أيضا زرع الثقة، نتكلم بهذه الجزئية، إلى ليس كان في السابق لابد أن تدخل شركة معينة إلى هذا الشارع أو إلى هذا الحي أو لهذا المشروع لإكماله. اليوم لاحظنا كل المؤسسات الدولة وجهد الخدمة ونفس جهد مؤسسات الدولة هي من تقدم الخدمة ذاتها، على عكس من كان في السابق مجرد جهد معطل لابد أن يذهب باتجاه مشاريع وشركات متلكة أو شركات فاسدة. اليوم نفس تلك الجهد الحكومي من قبل مؤسسات الدولة مثل وزارة الكهرباء وأمانة بغداد وزارة البلديات والجهد الهندسي والخدمي أيضا للحج الشعبي، هذه الجهود لم يصرف عليها أموال طائلة كما كان يصرف في السنوات السابقة، قدم الخدمات الملموسة. طيب. واليوم احنا نلاحظ قرابة أكثر من 100 يوم ولا يوجد الموازنة اتحادية حتى تنفذ الحكومة برنامجها، رغم هذه التقشف ورغم
لا يوجد هناك تخصيصات مالية، لكن لاحظنا هناك التصاعد في عملية تقديم الخدمة، ولاحظنا عملية التصاعد في عملية لمس هذه الخدمة الموجودة. بالتالي هذه اللي لاحظنا هذا من خلال الخدمة والجهد الهندسي وجهد الحكومة، هذا يعطي بذرة أمل وبذرة إذن أكو رضا نسبي عن الأداء الحكومي بهذه الجوانب. أعود لك دكتور عائد، يعني أكو رضا نسبي عن الأداء الحكومي بجوانب التنمية الاقتصادية، مكافحة الفساد وتقديم الخدمات. يمكن الحكومات السابقة ما قدرت تقدم اللي قدمتها الحكومة الحالية اللي ما صار لها عدة أشهر، لكن ما مدى أهمية الانسجام السياسي الموجود حاليا في إنجاح الحكومة؟ بالتأكيد أستاذ بشار، عملية الانسجام والتخادم ما بين المكونات السياسية للدفع بحكومة السيد محمد الشياع السوداني إلى تحقيق أهدافه وفق ما خطط له في برنامجه الحكومي سوف يساعد بشكل كبير جدا على تحقيق النتائج الإيجابية وقطف الثمار بوقت قصير جدا. فاليوم نجد أن هنالك لغة جميلة جدا ما بين الإقليم والمركز وما بين المكونات السياسية في البيت السني وحكومة محمد الشياع السوداني، كذلك هنالك لغه يعني عاليه جدا ما بين مكونات الاطار التنسيق والبيت الشيعي وحكومه محمد الشياع. الكل يدفع باتجاه انجاح حكومه السيد محمد الشياع السوداني، لانها قد التزمت بشكل كبير جدا ببرنامجها الحكومي، وهي تحقق الان ما وعدت به الجماهير، وهذا يدلل على انه نجاح السيد محمد الشياع السوداني هو نجاح للمكونات السياسيه. لا. التي فقدت جماهير حقيقة الثقة بهذه الأحزاب والكتل في الفترة الماضية. اليوم السيد محمد الشياع السوداني يعيد هذه الثقة بشكل كبير جدا، ويعزز الشراكة ما بين القواعد الجماهيرية وقيادات السياسية. نحن نريد اليوم، وبعد أن وجدنا أن هنالك رغبة إقليمية ودولية على تهدئة الأمور في منطقة الشرق الأوسط وتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، لأنها تمثل نقطة ارتكاز كبيرة جدا في سوق الطاقة العالمي، وكذلك ممر للتجارة ما بين الشرق والغرب، لأنها تمتلك أهم خطين للتجارة بين الشرق والغرب من الفاو وقناة السويس. وكذلك هنالك رغبة كبيرة جدا في أن تمرر أنابيب الطاقة إلى أوروبا، التي حقيقة تريد أن تغير من سياساتها في مجال الطاقة مع روسيا، وان تنوع مصادر الطاقه كذلك. اوبك لا، خلينا بالمنطقه يمكن. نعم. دكتور عائد، يعني نعم. حاله استقرار موجوده حاليا بالمنطقه والمحيط الخارجي، والعراق منفتح على اشقاء ودول الجوار. نعم. لكن هل هذا سيكفل الاستقرار الداخلي بالتالي؟ سيدي الكريم، احنا شفنا ان هنالك رغبه من دول المنطقه في الذهاب الى ايجاد مناخ سياسي ايجابي. المناخ السياسي الايجابي بدوره يفضي الى استقرار أمني، والاستقرار الأمني يفضي إلى ازدهار اقتصادي. لا. واليوم دول المنطقة توهق لأن تكون هذه المنطقة مزدهرة اقتصاديا، لأنها تمتلك المستفيد الأكبر في الشرق الأوسط. لو قدر لهذه المنظومة أن تتكامل فيما بينها وتعمل بروح الفريق الواحد هو العراق. والسيد محمد الشياع السوداني قد أعلن مرارا وتكرارا، وقد أعلن من تركيا أن هنالك قناة التنمية العراق أو طريقة التنمية العراقية، وكذلك لربما يكون هنالك قناة الطاقة التي تمر من خلال العراق من دول الخليج إلى أوروبا. فبالتالي العراق يجب أن يلعب دور كبير جدا وفاعل في تقريب وجهات النظر، وهي قد قربت حقيقة. نعم. بالفترة الماضية ما بين دول المنطقة، ودول المنطقة الساعية بأن تذهب بهذا الاتجاه. شفنا أن هنالك صلح حصل في ما بين اليمن والعربية السعودية، ما بين قطر والرباعية الدولية، ما بين سوريا والمنظومة العربية، وهنالك رغبة ما بين سوريا وتركيا، وكذلك هنالك رغبة كبيرة جدا أيضا ما بين تركيا سوريا ومصر وغيرها، وإعادة سوريا إلى الجامعة العربية. فبالتالي إن تحقق هذا الاستقرار السياسي فإنه مخرجاته سوف تكون كبيرة جدا على المجتمع العراقي. والسيد محمد الشياع السوداني ذكي جدا، بحيث أنه يرى ولديه صورة متكاملة عن هذا الموضوع، وهو يعمل الآن على إعادة الروح إلى أن يؤسس إلى بنى تحتية حقيقية، لأنه يدرك أن هنالك لربما ثورة في مجال التنمية في داخل الدولة العراقية لو قدر لمن الفاو
أن يرى النور وطريق التنمية وغيره غيره، فإن العراق سوف يصبح محطة استقطاب كونية طيب. كبيرة جدا في كل المجالات الاقتصادية. طيب سيد مفيد، لو قدر لميناء الفاو أن يتم إنجازه كما ذكر دكتور عائد، يعني كل الخطوط الحكومية حاليا وبرامج العمل والمشاريع سيد مفيد هي محددة بتوقيتات زمنية معينة وضعتها حكومة الخدمات حكومة السوداني، هل هذا كفيل أن ينهي النهايات السائبة التي اعتمدت في الدورات الحكومية السابقة؟ نعم، نشوف ميناء الفاو هو أن يعمل بكامل طاقته، هذا ربما شيء صعب وشبه المستحيل. ميناء الفاو أو أي مشروع آخر؟ نعم، لا إذا نتكلم من ميناء الفاو نذهب باتجاه المشاريع الأخرى، لأن هناك ربما واقع الإمارات وأبو ظبي ودبي في ولاياتها، الإمارات عفوا هي محض جدل في واقع الملاحة البحرية الموجودة. نعم. ولاحظنا إذا نرجع شوية بالتاريخ للوراء ما فعل عندما شغل ميناء إكوادور، ماذا فعل في باكستان من صراع داخلي ومن عملية اغتيال بعض الرؤساء والوزراء في تلك الفترة. فلذا هي اليوم نذهب باتجاه لا نقول تفعيله وبقدر ما تشغيله، ومتفق على نسبة تشغيله لا تتجاوز 40% من مجمل طاقته، لأن بالتالي لابد مراعاة، وهذا ربما هناك بعض المواثيق ما بين الإمارات والعراق في هذا الجانب، أن لا يعمل هذا الميناء بكامل طاقته. لو عمل بكامل طاقته في ظل وجود ميناء إكوادور وأيضا خط السكك الحديد ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، ربما لا تعطل كل الملاحة البحرية في دول الخليج ويصبح شيء من الماضي، باب مندب وأيضا بحر أحمر وقناة السويس، هذه كلها ستنهار اقتصاديا، لا نقول تجف أو تقل بقدر ما يصبح هناك انهيار بهذه المنظومة الاقتصادية في داخل المنطقة. فلذا لابد هناك، وأيضا حكومة جعل في برنامجها موضوع التوازن ما بين الملاحة البحرية والتجارة وعملية الربط ما بين العراق وأيضا المنطقة باتجاه أوروبا. فلذا حتى لو نرجع على موضوع طريق الحرير وامتداده، أيضا كان هناك اعتراض من السعودية أن لا يذهب بهذا الاتجاه، لابد أن يدخل من الكويت على السعودية وبعدها يدخل إلى العراق، وبالتالي هو دخل إلى العراق، وهذا أيضا محط جدل ما بين الواقع السعودية تريد أن تكون جزء من هذا الطريق وأيضا تستفاد من عنده. اليوم أنا قلت لك لابد أن الوضع الحالي كقوة سياسية السلطة السادسة في البلد لابد أن تستثمر المتغيرات الخارجية، تستثمر حاجة الدول التي كانت متصارعة في الساحة العراقية أن تكون يتحول هذا الصراع والمحنة إلى منحة لانتعاش واقع الاقتصاد العراقي. هذه القوة السادسة اليوم في العراق لابد أن تدفع بالحكومة الحالية من أجل تنفيذ كل برامجها الخدمية والبرامج الاستراتيجية مثل طريق التنمية وأيضا ميناء الفاو، ولا ننسى أيضا هذه القوة السادسة لابد أن تبعث رسائل طمأنة إلى المحيط العربي مثل ما ذكرنا ميناء الفاو وبعض المتغيرات وطريق الحرير وطريق القناة التنمية التي أطلقها السيد رئيس الوزراء من تركيا. هذا تحتاج إلى هناك ترطيب أجواء ما بين تلك الدول الموجودة، الحكومة الحالية تستطيع ترطيب الأجواء لابد، لكن نستثمر القوة السياسية الحالية اللي أنا أسميها القوة أو السلطة السادسة في البلد أن تذهب باتجاه كل جهة تذهب باتجاه، وهذه المشاريع كلها هي بحاجة إلى أوقات زمنية محددة، مو يبقى المشروع يمكن مفتوح. الحكومة عملت على تحديد هذه الأوقات أو السقوف الزمنية. لكن سؤال أخير لكم سيد مفيد، مؤشرات الأداء المتنامية هل ستكون أخيرا كفيلة بترميم ثقة الشارع بالعملية السياسية وإعادة صياغة هذه العلاقة مجددا بعد أن اهترأت كثيرا بالسنوات الماضية؟ نعم، هنا نحتاج إلى جهود كبيرة سيد الفاضل، نذهب أن تكون هذه الأحزاب أو السلطة السادسة في البلد أن تذهب باتجاه ترميم الفجوة الذي هي من فعلتها، لا الحكومات السابقة اللي هي جعلت الفجوة وقصرت في برنامج هذه، تذهب باتجاه ميناء الفاو هو من عام 2009 و2010 نفذها في زمن السيد المالكي، وايضا طريق التنميه وطريق الحرير وكثير من البرامج التنمويه والاقتصاديه كانت نتاج لتخطيط حكومات سابقه. فلذا من وجد هذه الفجوه هي تلك الاحزاب السياسيه نتيجه صراعها وعدم امتلاكها مشروع لبناء الدوله او اداره الدوله العراقيه في ظل الصراع الاقليمي والدولي الموجود. اليوم على هذه القوه السياسيه
عليها أن تذهب باتجاه كل قوة سياسية، كل جهة سياسية لديها قناة ولديها جيوش من الفريق الإلكتروني تستطيع أن تحرك الشارع أينما يكون. نستطيع أن اليوم نقلب الإعلام والإعلان ما يخص بعض الأمور الفنية والإعلامية في العراق، وجعل إعلامنا وإعلاننا بناء ليس انتقاصا ونجعل هدام كما كان في السابق. دعنا أن نعطي زخم بالحكومة الحالية ونسلط الضوء على الجزء الممتلئ من الكاس لا على أساس من السابق، وندفع بما يخص الحكومة الحالية وفق القانون والدستور العراقي، وعلي أن تذهب باتجاه تكامل السلطات الموجودة في البلد. فإذا اليوم الكراهية ليس في مرمى السيد السوداني بقدر ما يكون السيد السيستاني هو السيد السوداني هو ذات النجادة الطوق، لكن من يستخدم النجادة هو الغارق، هو اللي هو الحزب السياسي. فلذا اليوم الكرة في مرمى القوة السياسية، عليها أن تذهب باتجاه دعم العملية السياسية وتسليط كل وتحرير كل إمكانيات الإعلامية باتجاه أن يكون إعلام بناء وأيضا إعلام دافع باتجاه تقديم الخدمة، وأيضا نحتاج مثل وتثقيف المواطن، ونحتاج هذا أن يجعل المواطن يرى الخدمة الموجودة لا التقصير الموجود. الشكر جزيلا لكم المحلل السياسي السيد مفيد السعادي، كنت ضيفا كريما. والشكر جزيلا لكم السياسي المستقل الدكتور عائد الهلالي، كنت ضيفا كريما، وكل عام وانتم بألف خير. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام، رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة السيد محمد الرباعي، انضمنا بالصوت والصورة مباشرة من بغداد، وكذلك الترحيب بالمتحدث الرسمي باسم المجلس العربي الموحد في كركوك عبر سكايب مباشرة السيد عزام الحمداني. أهلا بك سيد عزام، وأبدأ معك أستاذ محمد. هذه القضية تفتح الباب مجددا لقضايا التسجيل العقاري ومشاكلها، يمكن النزاهة تولت القضية وهي الإطاحة بمدير التسجيل العقاري ثم استقدام محافظ الأنبار، والاتهام ربما يلامس رئيس البرلمان وشقيقه، لكن ممكن أن تصل الخيوط لأكبر من ذلك؟ هذه الاستضافة وتحياتي لقناتكم الكريمة وللجمهور الكريم. حقيقة أن هذه الخطوات التي قامت بها هيئة النزاهة هي خطوات أساسية، وهي من ثمار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لدعم النزاهة ومكافحة الفساد التي أقرت في عام 2021 وتستمر لغاية عام 2024. تم تحديد أبرز ظواهر الفساد في كل وزارة، ومنها تم بالتأكيد أنه التركيز على دوائر التسجيل العقاري باعتبارها الدوائر الأكثر فسادا في وزارة العدل، وبالتالي هناك عدد كبير من الشكاوى والدعاوى المقامة أمام القضاء وأمام الجهات الرقابية مثل هيئة النزاهة، وإضافة إلى رصد والتقارير المرفوعة من قبل ديوان الرقابة المالية. فبالتالي تركزت هذه الظاهرة، دوائر التسجيل العقاري حقا فيها فساد ليس في محافظة الأنبار فقط وإنما في جميع محافظات العراق، لكن بطريقة متباينة. لكن ما حدث في الأنبار حقا هو غريب نوعا ما، عدد من الأراضي عدد كبير جدا عشرات الآلاف، بالتالي يختلف عن عدد المئات أو العشرات في المحافظات، وبالتالي هذه إنه مشكلة كبيرة. لكن بالتأكيد أن هناك إرادة سياسية تقف وراء هكذا ملف فساد كبير، والتحقيقات مستمرة في هذا الموضوع حتى الآن لم يبت به القضاء، وبالتأكيد يعني ستكشف الأيام ما يقف خلف هذه القضية.
نرحب بك مرة أخرى سيد عزام عبر سكايب. سيد عزام، يعني ممكن للنزاهة أن تحقق فعلا بهذه القضية أو القضايا الأخرى المشابهة في حال عندما تمس شخصيات حكومية بمناصب رفيعة أو شخصيات حزبية، تقدر النزاهة أن تحقق في هكذا قضايا بأريحية كاملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدءا تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة، وأيضا شكر موصول لضيفك الكريم. لا شك أحد النقاط الأساسية والموجبات الأساسية التي تم عليها عملية بناء تأسيس الدولة العراقية برئاسة السيد محمد الشيع السوداني هي مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة العراقية، وتحديدا ملف الفساد المالي وعدم إمكانية بناء نظام سياسي متعافي ومتكامل اقتصاديا وأمنيا منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة. التجارب السابقة أثبتت أن الدولة كانت عاجزة في مواجهة الفساد المالي. هناك تقرير دولي يثبته بشكل واسع بأن ما يهدد الدولة العراقية هو الفساد المالي، وأن أغلب مؤسسات الدولة مملوءة بأحزاب وشخصيات وجهات تعمل على قرصنة الأموال العراقية لحساباتها الخاصة. وبالتالي عندما نأتي على نبحث في إمكانية قدرة الحكومة الحالية وتحديدا هيئة النزاهة على اعتبار أنها تعتبر جهة تنفيذية، لا شك هذا مرهون بمدى توفر حماية وأمنية كاملة من قبل الدولة العراقية والحكومة الاتحادية لهيئة النزاهة. نعتقد ونجزم بأن هيئة النزاهة بمفردها لا تستطيع مواجهة تلك الملفات الفاسدة، على اعتبار أن أغلب من متهم بالفساد هم ينتمون لأحزاب وقوى سياسية، وأن أغلب من تقلد تلك المناصب جاءوا عن طريق المحاصصة. وبالتالي عندما تقوم هيئة النزاهة بكسر أطواق هذه الفساد المالي، لربما سوف يزعج الكثير من قوى الأحزاب السياسية التي ينتمي لها تلك الأشخاص. عندما تقوم هيئة النزاهة بمحاصرة شخص وأن هذا الشخص منتمي لكتلة سياسية معينة، بمعنى آخر أن الكتلة السياسية هي المتهمة بالفساد. وبالتالي مثل ما أسلفت مدى قدرة حكومة السيد محمد الشيع السوداني على توفير بيئة آمنة، بيئة أمنية لهيئة النزاهة أن تباشر بإجراء تلك التنفيذات، نعتقد ونجزم بأن سوف يكون هناك نتائج ملموسة ومتحقق على أرض الواقع. لكن عندما يدخل الاتفاق السياسي والتأثير الحزبي على هيئة النزاهة وتمتزج قراراتها بقرارات مزاجية تستمد قوتها من الإملاءات الحزبية، لربما هيئة النزاهة سوف تثير هذا الموضوع، ولكن بعد فترة وجيزة سوف تغفل عن هذا الموضوع وتذهب الدولة العراقية في ملف آخر بعيد عن هذا الملف. الكل يعرف بالعراق أن هناك ملفات يتم استحداثها في سبيل التغطية، هناك حوادث يتم استحداثها في سبيل التغطية على تلك الملفات. الدولة العراقية بمرهونة بمدى قدرتها على أن توفر لها إرادة وطنية، وبالتالي ذك صفوف وأوكار المفسدين مهما كانت مناصبهم. طيب، لكن هناك أكثر من ملف حاليا سيد عزام، يعني عقارات ناحية الوفاء بالأنبار، قضية هروب قنبش ووفاته أو اتهامات بقتله، يعني بها اتهامات توجه للحلبوسي من قبل بعض المراقبين بعض المختصين يعني بهذه القضايا، لكن شنو سبب وجود اسم الحلبوسي وتردد كثيرا بهذه الملفات مؤخرا؟ هل هو استهداف سياسي لو فعلا أكو شبهات فساد؟ يعني علينا نتفق مبدئيا بان السيد محمد الحلبوسي هو مدعوم من قبل القوى والاحزاب السياسيه. لو كانت وافترضنا ان كانت هناك اراده حقيقيه لدى اغلب نواب الكتل السياسيه داخل البرلمان العراقي لقامت بسحب الثقه من السيد محمد الحلبوسي، لكن نجد ان تلك القوى هي تصرح في الاعلام انها بالضبط من السيد محمد الحلبوسي، ولكن هي في نفس الوقت داعمه للسيد محمد الحلبوسي. نعتقد ونجزم بان كل القوى والاحزاب السياسيه التي تتكلم عن الفساد تتحمل المسؤوليه، هذا فيما اذا افترضنا انه السيد محمد الحلبوسي متهم في عمليات فساد. فيما يتعلق بموضوع السيد كنبش، نعتقد ان لربما هو كونه شقيق اسماء كنبش وهي جزء من تقدم، هذا يثير تساؤلات بان الاشخاص الذي اتى بهم السيد محمد الحلبوسي عن طريق حزب تقدم هم متهمين بفساد، وبالتالي من باب اولى ان يكون حزب تقدم وايضا معني ومتهم بالفساد. مثل ما اسلفت مدى توفر اراده وطنيه داخل البرلمان العراقي وكانوا جديرين على مواجهة مهما كان، سواء كان السيد الحلبوسي أو غيره، على مواجهته بالحقيقة وكشف أسماء الفاسدين، وحتى إذا كان السيد الحلبوسي متهم عليهم أن يكاشفوه ويعملوا على وضع حد هذه المهزلة. أما نذهب بشكل إعلامي وبشكل اتهامات سياسية وفي نفس الوقت ما خلف الكواليس هناك دعم مباشر للسيد محمد الحلبوسي، نعتقد هذا مجرد تدوير للأزمة العراقية ولا يوجد لها حل، على اعتبار مثل ما استفدت ان الاتفاق السياسي قد يفترض
وجود السيد محمد الحلبوسي من أجل الإشغال لربما المكون السني في دوامة الصراع الداخلي. الكل كل أحزاب القوى السياسية سواء كانت الكردية والشيعية لربما تعمل على تحقيق مصالح إيجابية، ولربما وجود السيد محمد الحلبوسي يحقق لها مكاسب على اعتبار أن السيد محمد الحلبوسي اصطدم درجة الأولى بالنواب المكون السني، والكل يعرف بأن أكثر من يزداء من السيد محمد الحلبوسي هم النواب السنة، وهذا يعطي تفسير إيجابي وبيئة آمنة بأن المكونات الأخرى تكون قادرة على أن تعمل بشكل منطقي وإيجابي، والكل يعرف بأن العراق أن السياسة العراقية سياسة غالب ومغلوب. طيب سيد محمد، يعني هذه المؤشرات اللي تحاصر رئيس البرلمان لأي درجة ممكن أن تلتقي مع فساد الوقف السني برئاسة رئيس الأسبق سعد قنبش؟ حقيقة أنه قضية الفساد بالأوقاف عموما هي قضية سائدة بسبب السلطة الممنوحة والأموال المتاحة يعني تحت تصرف هذه الأوقاف الثلاثة، الوقف السني والوقف الشيعي كذلك الوقف المسيحي. لذلك دائما نجد أن هناك شبهات في الفساد، وهناك أيضا قضايا تفتح في هيئة النزاهة ويتم البت فيها ويحكم على موظفين منهم. فبالتالي المجموع يعني هو السبب هذا أنه المال بدون رقيب وسلطة، لأن كما تعرف أن الأوقاف مرتبطة بمجلس الوزراء، وهذه كارثة يعني كبيرة، إضافة إلى خضوعها لنظام المحاصصة. بالتالي يعني احنا مشكلتنا الأساسية بالعراق وخصوصا وفق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أنه هو نظام المحاصصة، لأن الفساد بالدرجة الأولى هو فساد سياسي، ومن ثم فساد مجتمعي بالدرجة الثانية، وأصغر أنواع الفساد هو الفساد الإداري والمالي. بالتالي هناك فساد سياسي، وحتى الآن مقابل يعني البرنامج الحكومي الذي تقدم به السيد السوداني وحملته لمكافحة الفساد وتبني حملة كبيرة لمكافحة الفساد، تزامنت أيضا مع إعلان هيئة النزاهة الاتحادية أنه فتح ملفات الفساد بحق الدرجات الخاصة وكبار المسؤولين دون الرجوع إلى رئاسة الهيئة كما كان في مع رؤساء الهيئة رؤساء هيئة النزاهة السابقين، أنه أصبحت آلية جديدة، ورأينا أنه استقدام وإحالة إلى القضاء بحق عدد من البرلمانيين والوزراء السابقين وحتى وزراء حاليين خضعوا للتحقيق أو الاستقدام أو لكثير من الأمور، وهناك تعامل وتفاعل مع هيئة النزاهة، يعني هناك بناء جديد، لكن للأسف لا توجد إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد. حتى الآن البرلمان لم يأخذ دورة بتشريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد أو تحديث منظومة قوانين سابقة تجرم أفعال الفساد، بدلا أن يكون الحكم بمخالفة أو بالغرامة أو بجنحة على قضية فساد قد تكلف الدولة ما يقارب مليار دولار، يتم الحكم على أنها جريمة، يعني جرم الفعل تكون كجناية على الأقل حكم على 5 سنوات فما فوق. للأسف لا زالت هذه الأحكام بالعراق مخالفات بأحكام سنة مع وقف التنفيذ أو غرامة. كان يجب على مجلس النواب أن يشدد العقوبات، لكن للأسف حتى الآن لم يبادر، بالتالي أعطى إشارة للشارع العراقي أن مجلس النواب غير جدي في قضية محاربة الفساد. إذن مجلس النواب غير جدي سيد محمد، مو قضية قوانين وتشريعات، القوانين الموجودة حاليا لمحاسبة الفاسد أو السارق مهما كان منصبه، أكو قانون لمحاسبته وأكو آليات دستورية، لكن البرلمان ليش منفعل دوره أو سلطته الرقابية؟ بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، هي هذه المشكلة الكبيرة، إضافة إلى أنه نظام المتبع بإدارة البلد للأسف هو نظام المحاصصة. بالتالي حتى دوليا للأسف أنه نظام الحكم بالعراق يعني يصنف من الأنظمة السيئة السمعة. طيب أعود لك سيد عزام، التحالفات السياسية الموجودة حاليا لكل الأطراف السياسية موجودة في هذا التحالف، التحالف ممكن أن يحمي الشخصية الفاسدة إذا كان منصبها عالي ورفيع؟ يعني لا شك طبيعة التحالفات تعتمد على مدى إمكانية انصهار تلك الشخصيات في تلك التحالفات. الكل يعرف بأن أغلب التحالفات السياسية لديها منافذ مالية عن طريق خلق مناصب على مستوى القرار الحكومي وعلى مستوى القرار التنفيذي، وبالتالي تلك المناصب تعود بأرباح طائلة لتلك التحالفات. الكل يعرف بأن التحالفات السياسية بحاجة إلى أموال كبيرة حتى تكون قادرة على نشر تحالف السياسي، وبالتالي حتى إذا وجدنا أن بعض التحالفات بدأت تعاني من انشقاقات وانكسارات داخلية على اعتبار أنهم اختلفوا
في توزيع تلك المنافذ والامتيازات المالية، مثل ما أسلفت طبيعة الامتيازات المالية التي تتمكن منها تلك المناصب هي من تعمل على تقوية التحالفات فيما إذا كان هناك اتفاق سياسي، ولكن في نفس الوقت تلك المناصب أيضا تعمل على تهديد تلك التحالفات عندما تختلف الأحزاب فيما بينها على طبيعة الاستحقاق السياسي الذي يجب أن يكون هذا المنصب لهذا الحزب أو ذاك الحزب. أيضا بالرجوع إلى السؤال الآخر فيما يتعلق بمدى إمكانية مراقبة البرلمان العراقي لعمل وزراء، للأسف الشديد لا يوجد في العراق نظام أغلبية سياسية. ما يحدث في العراق أن النظام الحاكم هو نظام محاصصة، وبالتالي أغلب 90% من النواب العراقيين، النواب البرلمان العراقي، هم لديهم وزارات، ولهذا هناك ما يسمى مبدأ عدم التداخل، لكل حزب ولكل كتلة برلمانية وزارة معينة، وبالتالي الكل يعمل على ستر أو ستر مشاكل الآخرين وستر زيف الآخرين، وبالتالي لا يمكن لهذا النواب أن يحاسب النواب الطرف الآخر على اعتبار أن كل كتلة برلمانية لديها وزارة أو وزارتين وثلاثة، وبالتالي لا يمكن لهذا البرلمان أن يعمل على مراقبة عمل السلطة التنفيذية. عندما تكون الكتلة البرلمانية ليس شريكة في الحكومة العراقية قد يكون البرلمان فعال ومنتج، ولكن للأسف الشديد البرلمان العراقي لديه وزارات في جميع مؤسسات الدولة. طيب سيد محمد، أعود لك، بالنسبة للحزب الحاكم في الأنبار، هل يستغل فعلا نفوذه أو استغلها من أجل تنفيذ عمليات الإجهاز على هذه الأراضي؟ نعم، بالتأكيد هناك مؤشرات واضحة أنه هناك استغلال النفوذ بشكل كبير في الأنبار، وحتى طبيعة المجتمع بالأنبار أنه مستاء من هذه الظاهرة، وهذا واضح من خلال الإعمار والمشيدات الموجودة، يعني استغلال واضح للنفوذ وهيمنة على المجتمع هناك. لكن هذا يحتاج إلى إرادة حقيقية من قبل البرلمان للمحاسبة والمساءلة على هذا النوع من استغلال النفوذ، إضافة إلى أنه أن تأخذ الحكومة المركزية دورها بالتدخل بالأنبار على الأقل لإنقاذ المجتمع الأنبار من هكذا ضغوطات. طيب سؤال أخير لكم أستاذ محمد، ممكن أن نشهد مصير لهؤلاء اللي ألقي القبض عليهم في محافظة الأنبار، هؤلاء المتورطين بقضية العقارات في محافظة الأنبار في ناحية الوفاء تحديدا، ممكن أن يشهدوا ذات المصير اللي شهده سعد قنبش؟ حقيقة هو ما حدث مؤسف جدا، وكان وضع الحكومة للأسف على المحك، والقضية لا زالت حتى الآن قيد التحقيق. لكن بالتأكيد أنه الآن الحكومة المركزية أخذت احتياطاتها من قد تكون هناك ضغوطات على المعتقلين الآن بقيد التحقيق في هذه القضايا. بالتأكيد سوف لن تتكرر هذه الحادثة مع البقية، وأيضا هي الحكومة اتخذت إجراءاتها على الفكرة أنه كان مركز شرطة كرادة مريم فيه العديد من الموقوفين من المحكومين بقضايا فساد، للأسف أنه لم يحالوا إلى وزارة العدل، وكان يجب أن يحالوا إلى سجون وزارة العدل. الآن هذه الحكومة اتبعت هذا السياق وأحالتهم إلى سجون وزارة العدل، لكن يجب أن يكون هناك سجون خاصة بكبار الفاسدين بدلا أن يكونوا مع عامة المتهمين أو المحكومين وغيرهم، ويجب أن لا تتكرر هذه المأساة التي حدثت خلال اليومين السابقة. الشكر جزيلا لكم رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة السيد محمد الربيعي، كنت ضيفا كريما، والشكر جزيلا لكم المتحدث الرسمي باسم المجلس العربي الموحد في محافظة كركوك السيد عزام الحمداني، كنت ضيفا كريما عبر سكايب، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد.